بناء قديم كل نقوش وكتابات عبرانية، والقبة غريبة الشكل. أما قصة صاحب هذا المكان فأغرب، كلنا نعرف اسمه ولكن معرفة الاسم وحدها غير كافية. تعالوا نتعرف على قصة هذا النبي. نعود بكم إلى قديم الزمان، هنا في هذا المكان، إلى النبي ذو الكفل عليه السلام اللي كان بعد النبي اليسع والنبي سليمان سلام الله عليهما. والقرآن ذكره ووصفه ومدحه وقال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اليسع عليه السلام وقبل وفاته سأل من يخلفني؟ في المقابل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قام ذو الكفل وقال أنا، وفعلا كان أكثر واحد عابد في زمانه، ونفذ شرط اليسع، ولذلك سمي ذو الكفل لأنه تكفل بتنفيذ شرط اليسع، ويقال لأنه كان ذو نصيب كبير من الخير من الله سبحانه وتعالى. وهناك رأي آخر أنه تكفل بحماية مجموعة من الأنبياء وإنقاذهم من القتل، لذلك لقب بذو الكفل. ولكن ما اسمه؟ يقال اسم النبي ذو الكفل حزقيل أو حزقيال، والبعض الآخر قال لا، النبي حزقيال هو شخصية أخرى. هناك رسالة ذكرت في المصادر أرسلها السيد عبد العظيم الحسني إلى الإمام محمد الجواد عليه السلام يسأل عن ذو الكفل عليه السلام، فكانت إجابة الإمام كالتالي: بعث الله تعالى جل ذكره 100,000 نبي و24,000 نبي، المرسلون منهم 313 رجلاً، وإن ذا الكفل منهم صلوات الله عليهم، وكان بعد سليمان بن داود عليه السلام، وكان يقضي بين الناس كما كان يقضي داود، ولم يغضب إلا لله عز وجل، وكان اسمه عويدية، وهو الذي ذكره الله تعالى جلت عظمته في كتابه، حيث قال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. بالنسبة لموضوع الغضب تردد أكثر من مرة، صح؟ نعم، القصة كالتالي: لما عرف إبليس بشرط اليسع عليه السلام لذو الكفل بعدم الغضب إلا لله، شعر أنه هذه فرصته للإيقابه. صاح: يا شياطين من له؟ قام واحد منهم وقال أنا. ذهب هذا الشيطان وطرق الباب على ذو الكفل بمنتصف الظهيرة وفي وقت استراحته، صح: أنا مظلوم، قم واحكم بيني وبين ظالمي. النبي ما تململ وحاول يساعده، وفي اليوم الثاني فعل الشيطان نفس الشيء وفي نفس وقت الظهيرة، وكان الجو شديد الحرارة، وحاول النبي أن يساعده مرة ثانية، وفي اليوم الثالث اتكرر نفس الشيء والجو كان جدا حار، ولم يغضب النبي وخرج معه حتى يقضي بينه وبين اللي ظلمه. ولما فشل الشيطان ويأس من أغضابه ذهب وعرف ذو الكفل أنه هذا كان شيطان، لذلك رب العالمين وصف ذو الكفل بالقرآن بالصبر. في عام 2009 تم التنقيب في هذا المكان واكتشفوا هذا السور اللي يحيط بالحرم المقدس، وكذلك هنا قبور أصحاب ذو الكفل عليه السلام، منهم يوحنا الدملجي وكذلك يوسف الربان ويوشع وباروخ وأيضا خون. أما هنا فمقام الخضر عليه السلام. بالنسبة للمكان أو حسب المصادر، تم عمارة هذا المكان من قبل الحاكم الإلخاني محمد خدابندة، هذا طبعا بعد أن أصبح خدابندة مسلم. إذا تلاحظون شكل القبة غريب، لأن بنيت على الطراز السلجوقي أيام السلاجقة. بجانب هذا المرقد يوجد مسجد النخيلة، والمشهور بمنارته الكبيرة، ومشهور أنه هذا المسجد صلى فيه الإمام علي عليه السلام عند الخروج لحرب صفين. كان اليهود يزورون المرقد في السنة مرة لأنهم من أنبياء بني إسرائيل، وكانوا يحيكون المكائد للسيطرة على المكان أو طرد المسلمين. وبأحد الأيام أرسل الوالي العثماني وفد للتحقق من أن المكان تابع للمسلمين، فرشوه اليهود بالأموال وأخذوا صورة للمكان من الجزء الذي لا يظهر فيه المنارة،
حتى يبينون أنه هذا المكان شاهد غير إسلامي وهو لليهود خاصة. يعني حتى من ذاك الوقت كانت حيل التزوير تسري من قبلهم. هذا اللي عندي من معلومات، والباقي عليكم.